بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيق تجري فعاليات ومنافسات هذا المساء وانطلاقة شوطنا الرابع لنتابع في هذا السباق المحلي السابع منافسات سن اللقاية والأشواط المفتوحة والخمسة كيلومترات. بماذا تحكي لنا هذه الكيلوات من منافسات هذه الشعارات وتواجد هذه الأسماء المميزة؟ ننطلق مباشرة مع أول المراكز لنتابع على الصدارة والمقدمة، لنشاهد من افتتحت النداء وافتتح النداء مع المركز الأول براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حسين نعيمن يقود بعملية التضمير. المركز الثاني يتواجد مدرك لجنة الشحانية يضم له حمد بن علي بن حلفان المري. والمركز الثالث غادم معاند لجنة الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان بعملية التضمير. المركز الرابع أرى وتابع مستحيل لسعادة شيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني رمضان بن فهد بن علي بن سعيد المري. والمركز غادم أيضا مثير بانطلاقة بدائرة النداء الخمسة وانطلاقة مع ختل. هذا المنطلق والمتواجد مثير لهجن الشحانية يضم سالم بن فاران المري الذهبي من يتابع بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة لأستجد النداء مع أول المراكز لنتابع منافسة أول المراكز وتقدم الصدارة من قبل براق من يرفع بيارق الصدارة بانطلاقة وتوجه مع المركز الأول. تعود ملكية براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر فهد بن حسين النعيمي من يتابع بالتضمير. الماني يتواجد معاند بدأ يعاند معاند وينطلق مع الصدارة مع المقدمة بانطلاقه مع المركز الأول وتواجده في هذا المركز المتقدم. يا تعود ملكية الهجر الشحاني ومؤسسة شعار الهجر الشحانية يتابع بالتضمير حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثاني موفق وصل موفق لأول نداء ليتوفق بالانطلاق بإذن الله وبمواصلة. تعود ملكية موفق لهجر الشحانية يتابع الذهبي بعملية التضمير. المركز الثالث يتواجد مثير ينطلق مثير مع ثالث التحديات ليتواجد حاملا لشعار هجر الشحانية ويتابع سالم بن فاران بعملير. المركز الرابع التواجد من قبل الريان يصل الريان على أرضية هذا الميدان ليقدم لنا الرقص لتواجد على رابع المراكز. تعود ملكية هجر الشحانية ويتابع تضمير سلطان بن محمد الويبي. المركز الخامس يصل المنصور ليو النداء ينضم في نداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى. تعود ملكية الهجر الشحانية يتابع محمد العطية بعمليات التضمير. يا سلام يا هذه الأسماء المتواجدة انطلاقتها بمنافساتها وانطلاقاتها الجميلة. أعود إلى موقع الجمال موقع القوة موقع التميز وهو المركز مطمح الجميع هو أمنية الجميع. المركز الأول المتقدم هذا المركز اللي يجل الملاك والمضمرون على أول المراكز. أرى تغيير المراكز من قبل الريان اللي بدأ يسيطر على المركز الأول عبر نقل حي مباشر من قناة الريان الفضائية اللي تنقل جميع أحداث ووقايع هذا السباق وتنقله في مباشر لأيضا يتابع عشاق هذه الأصالة منافسات هذه الأصايل المتواجدة. انطلق بانطلاقة الريان على المركز الأول. تعود ملكية الشحانية يتابع بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني يتواجد معاند لهدي الشحانية يتابع حمد بن علي بن حلفان بعمل التضمير. المركز الثالث
يتقدم مثير ليقدم الإثارة بتواجد مع مثلث الناموس، ولكن يتواجد وينطلق صفوان، بدأ ينطلق تنافس مع الريان لتحظى بمنافسة وليأيضا يستمتع الجميع بهذه الانطلاقة. غيان بدأ يرقص على أرضية هذا الميدان بأداء مميز يقص شريط الكيلومتر الأخير. الله صفوان ليجي الشحانية يتابع سالب فاران المري بعملية التضمير، يتابع الذهبي بتقدير هذا المضمر المركز الثاني، وتابع تقدم الريان لهج الشحانية وانطلق ضغط مثير. هذا هو مثير بدأ يتسلل إلى ثاني المراكز، يقدم الإثارة ليقدم القوة ليقدم أيضا الدعم الاستمراري لانطلاقة بأول المراكز. والمركز الثالث وصل المزعج لهج الشحانية مع الذهبي سالب فاران. إذا الثلاثة المراكز المتقدمة بملكية هج الشحانية وبرفقة المضمر سالم بن فاران المري. هذا هو الذهبي كما اعتاد عشاق هذا الشعار، الشعار الأدعم، يقدم لنا النوعيات النادرة، الأسماء الكبيرة، الأسماء المميزة. إذا صفوان هو صاحب هذا الشوط وهو الفائز بهذه الانطلاقة. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار وللمضمر سالم بن فاران المري. من قدم لنا صفوان؟ من قدم لنا هذا القعود اللي متواجد مع الصدارة مع المقدمة ومع الانفراد بالمركز الأول وبدون أي منافس ومنازع؟ هذه الحصولة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. الثالث تبقى الشحانية والثانية لسالم بن فاران المري المركز الثاني. وصل مثير لهج الشحانية مع الذهبي المركز الثالث، وصل المزعج لهج الشحانية وبرفقة أيضا الذهبي المركز الرابع، وصل الريان لهج الشحانية وبرفقة العملاق المركز الخامس. كان الوصول من قبل معروف لهج الشحانية ومع المبدع حمد بن علي بن حلفان. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا صفوان من فاز معنا بهذه الانطلاقة ومن حظى بهذا الناموس المسائي في شوطنا الرابع اللي تابعنا به هذه المنافسة والانطلاق والانفراد من قبل صفوان. توقيت الزمني 8 دقائق ثانيتين 52 زمن الثانية. التان تبقى لهج الشحانية والثاني موصول سالم بن فاران المري المركز الثاني وصل مثير. توقيت الزمني 8 دقائق 7 ثواني 50 الزمن الثاني. الثاني تبقى لهج الشحانية والثاني سالم بن فاران المري المركز الثالث. وصل المزعج بتوقيت زمني بقدرة 8 دقائق 10 ثواني 27 الزمن الثانية. الثاني تبقى لهج الشحانية والثانية للذهبي سالم بن فاران المري. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شوطنا الخامس ينطلق والزميل محمد